السيد حاتم بن جميع المنسق الوطني للدكاترة الباحثين المعطلين عن عمل. سي حاتم، مرحبا بك. مرحبا، تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة موزايكا. شكرا لك على قبول الدعوة حاتم. كنا تفسر لنا نقطة مهمة جدا أبارامون موجودة في المبادرة التشريعية هذه اللي كنت توجهت بها للجنة التربية والتعليم العالي، تتحدث على اعتماد آلية تناظر عادلة وشفافة بجميع مراحلها. شنو تقصدوا بها بالضبط آلية التناظر هذه؟ آلية التناظر عادلة وشفافة، يعني في إطار أن تعرف في الوظيفة العمومية فما في التناظر فما أركان تقوم على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص من أجل تناظر عادل ومنصف، يعني أنه أحنا التشغيل لازم يكون في إطار الإنصاف. أحنا رفضنا في المناظرات الانتداب من 2014-2015، ممكن حتى قبل، برشا تجاوزات واضحة، تجاوزات موثقة تمس من جوهر من أركان التناظر اللي تقوم على تكافؤ الفرص والشفافية. برشا تجاوزات باش ما نعمموش الكل، ولكن المناظرات للأسف فقدت مصداقيتها، الدكاترة فقدت الثقة في لجان الانتداب، برشا محبات، برشا محسوبية، برشا ضبابية في عملية التقييم. دونك المناظرة أصبحت مشكل كبير في الدكاترة الباحثين. دونك تحبوا آلية جديدة للتناظر، مناظرة شنو اللي يلزم يتوفر فيها باش انتوما تعتبروا انها مناظرة شفافة وتمكن من التكافؤ الفرص بالنسبة للناس اللي عديوا؟ شنو اللي ناقص؟ احنا مبدئيا طرحنا تصور بتاع تناظر عادل وشفاف، ولكن في اطار التغيرات مع تسييق جديد احنا توا نطلبوا ادماج الدكاترة الباحثين اللي تعاقدوا بحثا وتدريسا التعليم العالي والبحث العلمي أو من اشتغلوا بصفة عرضية في الجامعات العمومية التونسية، يقع إدماجهم بخطة مساعد وفق القانون الموجود، ومن بعد تعمل مناظرة بخطة أستاذ مساعد. معناتها احنا مبدئيا حقنا في الإدماج كبصفتنا اشتغلنا بصفة متعاقدية أو بصفة عرضية في الجامعة التونسية. الخطة أستاذ مساعد عندنا تصور متاع التناظر يقوم على الرقمنة، يعني كل شيء يكون مرقما. مانيش نسمعوا فيك يا حاتم، من فضلك ان تقعد في بلاصه ما فيهاش حس باش يكون صوتك اوضح من هكا برشا. احنا جبت مع تو متوجهين لرئيس الجمهوريه في اطار لحظه برشا. نستسمحوكم يا جماعه باش يقعد معنا حاتم شويه يعمل المداخله باش تكون المعلومه واصله عنا. تفضل حاتم. شكرا لكم على التفهم. احنا متوجهين توا ان شاء الله لرئيس الجمهوريه في اطار معناتها مطالبتنا بتسريع شامل لملف الدكاتره الباحثين المعطلين عن العمل. كما قلت لك بالنسبه للمطالب احنا طالبين ادماج المتعاقدين والعربيين في اطار اليات، معناتها في القضاء على اليات تشغيل هش وتخويف وظائف المتعاقدين اللي معناتها دعت اليها رئيس الجمهوريه. فما التناظر يكون في إطار ترقية مش في إطار انتداب، يعني تصور تناظر معناتها يقوم على الترقية وليس الانتداب، لأنه احنا نطالب بالإدماج الآلي لكل من تعاقد مع الجامعة التونسية ولا مع هيك. هل اللي يتعاقد يلزم يكون ملف وزاد يدافع عليه شوية، يلزم يكون عنده سنوات معينة من العمل في الجامعة التونسية، ولا انتداب آلي للجميع حاتم؟ بالنسبة للدكاترة اللي تعاقد اللي بصفة عربية، عندنا برشا دكاترة تعاقدت لسنوات عندها تجربة كبيرة في التدريس في البحث العلمي، ما تخول لهم انهم يكونوا اساتذة مساعدين. ما فماش علاش احنا جامعة بعد ما اعتمدت عليهم في التدريس في البحث العلمي وغيرها بعد تتراجع وتقول انهم غير اكفاء. طيب ما دام اعتمدت عليهم وعولت عليهم في التدريس في البحث فمن حقهم انهم يقعوا ادماجهم. قلت متجهين الى رئاسة الجمهورية، ايش معناها؟ هل عندكم موعد مسبق مع ممثل من رئاسة الجمهورية، مع رئاسة الجمهورية؟ كيفاش ماشيين؟ وين بالضبط؟ احنا طبعا ماشيين في اطار رسمي متوجهين رئيس الجمهوريه. عندكم موعد؟ عندنا موعد مع رئيس الجمهوريه. احنا رئيس الجمهوريه، مؤسسه رئيس الجمهوريه، اما التفاصيل مازال معناش. انا توا على بعد امتار ان شاء الله نعرفوا التفاصيل. يعني ماشيين بصفة هكا مش متفاهمين، يعني ما عندكمش موعد مسبق مع رئاسة الجمهورية؟ احنا مشينا عملنا تحرك احتجاجي قدام وزارة التعليم العالي. من بعد معناتها وزارة التعليم العالي عن طريق ممثل
بعث ونعتقد انه باش تجيكم معناتها السياره اللي تعرفني باش تتواصلوا مع مؤسسه رئاسه الجمهوريه. دونك انتم في سياره هزتكم رئاسه الجمهوريه؟ اي يعني سياره من رئاسه الجمهوريه ولا من الحكومه؟ سياره تبع مؤسسه الحكومه صار امر رسمي معناتها في اطار الدوله. واضح جدا، جميل جدا يا سيدي، ان شاء الله بالتوفيق. يعيش. نشكرك برشا على المداخلة حاتم، تحية ليك، شلا موفقين. حاتم بن جميع المنسق الوطني الدكاترة الباحثين المعطلين عن عمل كان معنا بالهاتف.